لسه مكملين حلقتنا الخاصة جدا مع كابتن أحمد نبيل كوكا، طبعا النجم الصاعد في النادي الأهلي. دلوقتي بقى هنسألك شوية أسئلة كده، بس لازم تجاوب عليها بصراحة، ماشي. يعني ما فيهاش بقى، ها، انا أنت صريح. وضميرك. انا صريح. لا انا صريح. ماشي. يلا. أكتر موقف اتعصبت فيه وعملت فيه موقف رجعت ندمت إنك أنت عملت كده، يعني مثلا اتعصبت على حد وندمت، أو كسرت حاجة، ضايقت حد بكلام قاسي كده يعني. لا، هو مش حاجات معينة، لكن في الأول وفي الآخر أكيد بيحصل حاجة في البيت بتتعصب مش عارف إيه، فأنا أكتر حاجة بتضايقني إن أنا ممكن يحصل حاجة فأتعصب في البيت، أهلي، والدي، والدتي، إخواتي، فدي أكتر حاجة ممكن أندم عليها يعني. فأكيد، بس بيبقى كلنا دايما بيبقى غصب عننا، فأكيد يعني دي أكتر حاجة بندم عليها، إن أنا ممكن أزعل حد عندي في البيت، أهلي يعني، من أهلي. ممكن تتعصب وانت سايق لدرجة انك انت ممكن مثلا تنزل تتخانق او تشتم حد ما تشوفش قدامك بقى خلاص، ولا لا ما لا، ينفعش اتعصب يحصل؟ لكن ما انزلش يعني اشتم حد ولا اتخانق يعني، بس اكيد ده اي حد بيسوق هنا بيتعصب، بس مش لدرجة ان انا انزل اتخانق او اشتم مع حد يعني، لان كلنا بنغلط. فبس ممكن لعيب بيخرجك عن شعورك؟ ما اظنش، لان انا ببقى في الملعب ببقى رخم شوية يعني بصراحة، اي حد بيحاول يطلعني بره مودي ان انا موجود في الملعب ومركز مش بديله فرصة لده. بعد ما انضميت للفريق الاول يمكن طبعا الثقه بتزيد، ويعني بتتخيل انه ممكن اكيد طبعا يكون الخبره كمان بتزيد. ممكن ترفض انك انت حد من زمايلك مثلا او حد اصغر منك يجي يقول لك نصيحه في الكوره، يقول لك مثلا كوكا انت النهارده ما كنتش احسن حاجه، او النهارده الاداء ما كانش احسن حاجه، ولا بالنسبه لك ده يعني مش مقبول ما دام انت يعني تقدمت خطوه؟ لا لا لا، مستحيل مستحيل. من لو واحد اصغر مني ب10 سنين، انا ممكن في اطفال في الشارع لو حد من عندي المنطقه ممكن اقف له، بقف ويقول اللي هو عايزه، لكن في الاول وفي الاخر كل واحد بيبقى ليه وجهه نظره يعني، ولازم تتقبل ده ولازم تسمع لكل الناس. ما فيش حد هيجي يقول لك اعمل كذا واعمل كذا ما يكونش بيتمنى لك الخير، وفي الاول وفي الاخر واقف عشان بينصحك وعايزك تبقى كويس. فمستحيل لو انا ايه يعني، ما اكيد بسمع كل الناس. بتحب اكل البيت اكتر ولا اكل بره؟ ده اكل البيت طبعا. اكل البيت. بس انا بحب الاكل الصحي شويه يعني، فده انا مظبطه مع والدتي، فانا بحب الاكل البيت جدا لان هو دايما بيبقى اكل صحي، وده اكل اللي بيساعدني في شغلي يعني، فبحب اكل البيت. طيب انت عامة شخصية بتحب ان انت تكون في البيت طول الوقت لما ميكونش عندك تمرين او ميكونش مسافر مثلا مع الفريق، ولا بتحب انك انت تنزل وتتفسح مع صحابك؟ هو انا لو ما عنديش تمرين اكيد بنزل، لكن لان انا دايما يعتبر كل ايام الاسبوع انا بيبقى عندي تمرين، فدايما بيبقى من النادي للبيت، فقليل قوي لما باخد اجازه، فاكيد ببقى محتاج وقت ان انا اخرج واغير المود بتاع الشغل والكوره والتمرين، فاكيد مع اي اجازه اكيد بنزل يعني، بغير جو يعني. بتشارك عامة في أي حاجة في البيت؟ يعني ممكن مثلا توضب مع مامتك؟ أكيد بساعد والدتي في أي حاجة بتطلبها يعني، أي حاجة ممكن تطلبها أكيد ممكن أساعدها فيها، بس لأن خيرها علينا يعني، وهي اللي مربيانا و19 سنة بتتعب معايا، فأكيد أي طلب بتطلبه مني لازم يتعمل في وقتها. علاقتك بقى بالدراسة عامة، عايز أعرف أنت بتدرس إيه دلوقتي؟ إحنا كنا بنتكلم كده، فيعني أنت قلت لي الدراسة بالنسبة لك الكورة أهم بكتير منها، فعايز أعرف بقى أنت أصلا يعني غير كمان أنك أنت ممكن تكون مهتم بالكورة أكتر، نطيت بقى من سور المدرسة قبل كده؟ لا بصراحة أنا مش بروح المدرسة عشان أنط من على السور يعني، فأنا مش مركزتش في الدراسة بصراحة من صغري، وأنا مدي كل اهتماماتي بالكورة، أنا مولود بحب الكورة، فمن صغري كل اهتماماتي يعني في الكورة. بس علاقتك ايه بالسوشيال ميديا؟ عادي زي اي حد، بفتح فيسبوك وانستجرام، لكن الفترة الاخيرة دي طب يعني بمناسبة بقى ثانية واحدة كده، بمناسبة موضوع الفيسبوك والانستجرام ده، عشان كنت محضرة الموبايل عايزة اوريك اكاونت في حد بيدخل يكتب على البيجز كلها بتاعت النادي الاهلي، اسمه احمد نبيل كوكا، اول ما اي بوست ينزل كل الدعم يا اهلاويه، ارجوك كل الدعم يا اهلاويه. فده اكيد مش انت صح؟ لان ناس كتيره سالت وبيدخلوا يردوا عليك وانت بترد عليهم. ف انا حاليا ما عنديش غير اكاونت فيسبوك وحيد، اكيد في ناس عارفاه واكيد لا، انستجرامي مسروق وما عنديش اي صفحه على فيسبوك، ففي اكاونتات كتير فيك الفتره الاخيره دي بسبب ان انا ظهرت يعني الحمد لله.
لكن بس يعني اتمنى الناس كلها تكون مقدرة الحتة دي يعني، وتتأكد من ان انا ده ولا لا. الفوبيا اللي عندك فوبيا من ايه؟ بتخاف من ايه؟ ما في ناس بتخاف من الكلاب، في ناس بتخاف من الضلمة، في ناس بتخاف من المرتفعات، ايه اكتر حاجة بتخاف منها في حياتك؟ انا ممكن اخاف من الاماكن العالية قوي، بس قوي يعني اماكن عالية قوي، ممكن اخاف من دي، الحاجة الوحيدة اللي ممكن اكون خايف منها يعني. لكن ما جربتش مغامرات كتير عشان اخاف من حاجه، فاهمه؟ اللي هو انا حياتي كلها في، فقلت هتجاوب بصراحة يا كابتن، وانت قلت انك انت بتخاف من الكلاب على فكرة، كلاب الشارع، لا ما فكده كلاب الشارع كده مش ماشي، صح، احنا اتفقنا تجاوب بصراحة. انا اقول لك على اكتر حاجه، انما كلاب الشارع دي ساعات، لكن انا بحب الكلاب، انا اصلا بحب الكلاب العاديه، لكن في كلاب شارع بترخم علينا شويه يعني، فاكيد بخاف منها، مش هقف لها يعني، عشان بتجري ها؟ اجري بقى اجريهم معايا شويه. بتشجع مين، ريال مدريد ولا برشلونة؟ ريال مدريد، أحب ريال طيب مدريد. بالنسبة لك الدوري ولا بطولة أفريقيا؟ في مصر؟ بطولة أفريقيا. طيب أنت عامة بترتاح أكتر للبس إيه؟ بتحب إنك أنت طول الوقت تلبس سبورتس ولا كلاسيك ولا عامة على حسب المناسبة؟ أكيد حسب المناسبة، أنا كل واحد بيبقى حسب المناسبة بيلبس إيه، محدش هيبقى رايح مثلا فرح ويلبس لبس رياضي بس على حسب المناسبة، لكن كل معظم مناسباتنا يعني بتبقى حاجات كروية، ف بنلبس لبس رياضي يعني في المعظم يعني، عكس مثلا لو في برنامج في فرح مش عارف ايه، لكن في حتى الحياة الطبيعية احنا بنحب نلبس اللبس الرياضي يعني. بصراحة اللعب مع الأهلي جوه مصر ولا الاحتراف؟ أنا حاليا طبعا جوه النادي الأهلي حاليا، أنا محتاج أعمل تاريخ لنفسي، أنا لسه 19 سنة لسه ما عملتش أي حاجة أصلا في النادي الأهلي عشان أحترف، فانا مركز دلوقتي مع النادي الاهلي وبس، لكن في مع الوقت الجاي اللي ربنا كاتبه اكيد هيكون يعني، لكن في الاخر انا بحب النادي الاهلي وان شاء الله افضل فيه يعني باذن الله. طيب في نهايه حلقتنا، في ناس كتيره يا كابتن بيعلقوا عليك وحبوك جدا وحطوا عليك مسؤوليه من جمهور النادي الاهلي، وانت عارف يعني ايه جمهور النادي الاهلي يحب لعيب خاصه لما يكون في البدايات، فانت الحمد لله اتحطيت في الوضع ده دلوقتي، بس في ناس كتيره خايفين، بيقولوا احنا خايفين ان كابتن كوكا يتغر، اكيد انت شفت الكومنتس دي، خايفين ايه كابتن كوكا يتغر؟ تقول لهم ايه بقى رساله عامه لجمهور النادي الاهلي؟ اقول لهم ان دي حاجه شبه مستحيل يعني، لان بصراحه انا دايما حلم حياتي في وقت كده دايما قبل النوم، اللي هو كل واحد بيقعد نص ساعه بيفكر في كل حاجه، ببقى دايما بحط نفسي ان انا عايز ايه، محتاج ايه، دايما بحس، لقيت دايما نفسي بحس ان انا نفسي الناس كلها تتصور معايا، نفسي الناس كلها تكون حباني، فما اظنش ان دي حاجه ممكن تحصل ان انا اتغر من حد او اتغير على اي حد، مستحيلة يعني.